يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا وجدنا وجدادنا وعمنا وعماتنا وأخلنا وخالاتنا ولأستاذنا ولعلمائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أهلنا وسلم جمعياتنا جميعا بريغة الإسراء والمعراج النبي بشر محمد صلى الله عليه وسلم من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهم إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والوفاف والغنى اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعبي وترد بها علفتي وتفلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتجقي بها عملي وتبيد بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانصر علينا من حجائج رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.